الحقيقة إن في ملايين بيشجعوا كرة القدم، بس في سؤال، هل هم كلهم رجالة؟ وملايين برضو بيلعبوا كرة القدم، بس برضو هل هم كلهم رجالة؟ الإجابة لا طبعا، في كمان سيدات وبطلات في لعبة كرة القدم، زي ما بنشوف بطلات في كرة السلة والهاندبول ورفع الأثقال. في بطلات ومدربات كرة قدم، بس السؤال بقى هنا، ليه الستات مش واخدة حقها في اللعبة دي زي الرجالة؟ طيب ازاي بتقدر الستات تواجه الانتقادات اللي بتتعرض ليها بحكم انها في الاساس لعبة رجالي؟ طبعا بتكون محتاجة اعصاب قوية وتركيز عالي الست، يعني اللي بتشتغل اللي بتلعب كورة او بتتمرن كرة قدم، تبقى محتاجة كل ده ومحتاجة معاهم كمان القوة البدنية اكيد. فهل ده بيكون متوفر عند الستات زي الرجالة؟ طيب ازاي الستات قدرت تنجح وتحقق بطولات وتدرب كمان؟ ده اللي هنناقشه في حلقتنا النهاردة مع ضيوفنا اللي منورنا، كابتن محمد كمال المدير الفني لمنتخبات الكرة النسائية السابق، وكمان منورانا كابتن فايزة كابتن ومدربة منتخب مصر سابقا لكرة القدم النسائية. أهلا وسهلا بيكم منورنا. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيكم كابتن محمد كمال وكابتن فايزة حيدر، مبسوطة جدا أن أنتم موجودين معايا النهاردة ونتكلم في موضوع مهم ومختلف في نفس الوقت. فكرة انه الستات ملهاش في الكورة، ده حتى كمان التشجيع حاسينه احنا كستات ان هو بس يعني خاص بالرجالة، انه الراجل هو اللي بيشجع كورة، الراجل هو اللي بيتفرج على كورة، الراجل هو اللي بيتمرن كورة او بيلعب كورة. طيب احنا ليه مش مدين الستات حقهم، او ليه المجتمع مش مدي الستات حقها في لعب الكورة؟ تحبوا مين يجاوب على السؤال ده الاول؟ كابتن فايزه فايزة طبعا، ولا كابتن برنامج محمد؟ انت، يبقى كابتن فايزه الاول. اتفضلي يا كابتن فايزه. مش هقدر اقول مش مدي للستات حقهم، بس هقول ان احنا بنفرض نفسنا على المجتمع، من حيث ان احنا قدرنا نلعب. يعني مثلا انا هتكلم عن نفسي، تجربه ان انا لعبت اول موسم كره قدم نسائيه سنه 97، ودي كانت ظاهره الناس كلها بترفضها والناس كلها مش متقبله فكره ان بنت تلعب. اذا انا بنتي هتلعب حتى في العيله، حتى في المدرسه، حتى في الشارع، في كل مكان. بالعكس، يعني البنت بشوف انها عندها اصرار. فكره ان هم متقبلين او لا، دي حاجه ترجع للمجتمع لوحده، لكن انت بتفرض نفسك بالنجاح. انا دايما بشوف كده، لان دلوقتي بقى في بنات كتير جدا بتقدر تلعب كوره، بنات كتير بتنزل تتفرج على الماتشات طبعا. فلا، الموضوع بقى احسن بكتير من الاول. طيب كابتن محمد، انا عايزه اعرف ليه، يعني كابتن فايزه قالت ان البنات عندها اصرار وتقدر تثبت نفسها وتقدر تبقى شاطره وتبقى بطله في الكوره، انما هي فكره تقبل المجتمع. ليه المجتمع مش متقبل ان الست ممكن تلعب كوره، ممكن تبقى بطله، او حتى على الاقل تبقى مشجعه وفاهمه في اللي بيحصل وشايفاه قدامها؟ طيب خلينا نتفق ان كره القدم النسائيه في مجتمع شرقي كانت طبعا فكره من ضروب الخيال، يعني ما كانش حد يقدر يعني يفكر فيها ان بنته تمارس كره قدم نسائيه. ولكن باصرار البنات، زي ما قالت كابتن فايزه، في اصرار من البنات وفي موهبه عندهم، بداوا رويدا رويدا، او واحده واحده، او يعني يبداوا يفرضوا نفسهم على المجتمع الرياضي الاول. وبدات بعض الانديه على استحياء انها تسمح لبعض اللاعبات انها تمارس كره القدم، لان برضو خد بال حضرتك ان المجتمع عندنا، انا ما اعرفش، متخيل ان كره القدم دي قاصره على الرجال فقط. حصل انفراجة كبيره جدا جدا في ثقافه المجتمع والجماهير كمان في تقبل اللعبه. انا شايف من بطوله كاس الامم 2006 كانت المدرجات كلها اغلبها اللي كانت موجوده في مصر كانت فيها كميه بنات وسيدات كبيره جدا جدا. أو ده حقيقي. وبدا يعني انا متخيل، او يمكن ده تصوري، ان بدا الشغف عندهم يتعدى مرحله المشاهده والتشجيع الى مرحله الممارسه. ما ننساش ان برضو السوشيال ميديا لعبت دور كبير جدا في انتشار اللعبه. وبدات الناس، يعني ايام فايزه ما كانش في سوشيال ميديا 97، كانت لسه ما بيجيبوش حاجه في التلفزيون او في اي قناه عن كره القدم، ما حدش كان بيتفرج عليها يعني. انا لما اشتغلت في المجال، انا الناس اتريقت عليا. يعني انا لما بدات اخش مجال تدريب السيدات، بعض المدربين وبعض الناس في المجال بداوا يتريقوا عليا، انت ايه يا محمد، يعني ازاي تسيب الرجال وتروح للبنات وهم بيعرفوا يلعبوا؟ انا اتهاجمت سنوات في القصه دي،
بس انا يعني مش عايز اخد مساحه اكبر يعني، انما كنت مؤمن جدا بقدراتهم، وده اللي خلاني اكمل في التدريب اكتر من 25 سنه مع مجال البنات، واعتذرت عن كل الفرق الرجال اللي انا اشتغلت معاه او اللي اتعرضت عليا. ده لسبب ان امنت جدا بقدراتهم، وامنت جدا ان البنت المصريه بالتحديد لما تديها الفرصه وتديها الثقه هتقدر تطلع حاجات عظيمه جدا جدا جدا. ده ينقلنا الاسئله كتير بعدها. اكيد اكيد. نقدر في يوم من الايام يا كابتن فايزه نبقى المنتخب السيدات عندنا زي منتخب الرجال، وتبقى المتابعه عليه زي ما الرجاله كده بتقعد تتابع المنتخب المصري او الفرق المحليه اللي بتلعب في مصر يعني؟ هل ده ممكن يحصل في يوم من الايام؟ قرب ولا ما قربش يعني؟ ممكن يحصل طبعا، بس هو محتاج شغل. الشغل ده ما يجيش من لاعبات بس، ما يجيش من المدربات بس، ما يجيش من اتحاد كوره، ما يجيش من فيفا، لا لازم كلنا نتكاتف. لان الموضوع بنكمل بعض، لان انا لو انا لعيب وعايز العب وهو مدرب وعايز يدرب، بس ما فيش امكانيات، ما فيش مساحه ان احنا نقدر نعمل كده، ما فيش مشاركات دوليه. يمكن كان في فتره من الزمن ابتعدنا شويه عن ان احنا نشارك، وما بقاش لينا تصنيف، وبعدنا فتره طويله. بس الحمد لله بفضل ربنا وان الناس اشتغلت مع بعض ان احنا قربنا التصنيف شويه، ان بقى عندنا اكتر من منتخب، ان احنا شاركنا وقربنا جدا لان احنا نوصل مثلا امم افريقيا او كاس عالم. اخر مره وصلنا كانت 2016. لكن انا بقول ان احنا لازم نعمل خطه طويله المدى، ما نعملش حاجه في يوم وليله تتعمل 3 4 شهور وفجاه المنتخب بيها وبعد كده والمنتخب فجاه بيتغلب فبيتنسي الجهاز الفني. على الرغم ان هو بيبقى مظلوم في وسط المنظومه كلها، هو سواء هو او اللعيبه او الجيل ده لو 20 سنه وخلاص مش هتلاقي نفسها ليها فرصه في المنتخب. فانا بقول ان احنا نعمل حاجه طويله المدى، نشتغل عليها سواء اتحاد كوره او لاعبين او مدربين او كوادر، نطور فيهم بالكورسات ونعمل مسابقات للاعمار السنيه سواء تحت 17 او تحت 20 او تحت 15. ده في المغرب وفي الفرق اللي سبقتنا اللي احنا كنا سابقينها من سنين. في منتخبات تحت 13 سنه، في اكاديميه مثلا محمد السادس دي بتعتمد ان اللاعب ده ياكل ويشرب وينام ويتمرن، او اللعيبه خاصه ويشتغلوا عليهم، فهنلاقي ان المنتخب ده اتطور. ليه ما ناخدش الجزئيه دي من بلد زي المغرب ونشتغل عليها كلنا؟ وصلوا كاس عالم، وصلوا امم افريقيا، لا في تطور، والتطور ده بيجي ان احنا كلنا نشتغل مع بعض. جميل. كل مره حققتي فيها انجاز في مجال كره القدم كنت بتحسي بايه؟ ومين كان اكتر حد عايزه تقولي له اهو انا نجحت اهو يعني كلامك غلط؟ مين؟ هو اهلي اولهم، امي يعني، لان هي دايما طول الوقت كانت قلقانه وخايفه. لان دي عايزه تطمنيها مش عايزه تغذيها. لا لا اهو اهو اغيظ مش حد بعينه، بس اي حد كان بيقول مكانك المطبخ ايه اللي إيه انت بتعملي اللعبه دي ليه؟ ده مش مكانك، ده مش انت مش لعيبه كويسه. يمكن انا كنت بلعب على اولاد وبتفوق عليهم، وكانوا يتريقوا علينا ويشتمونا ويحلفونا بطوب. وده الجيل الاول خالص، الجيل اللي بدا في 98. وصلنا امم افريقيا 98 مع المنتخب، بس يمكن احنا كنا لعيبه صغيرين فما يعني ما كناش احسن حاجه بالظبط. لكن لما الموضوع بيبتدي يتطور وتتنقل من نادي لنادي، ونادي يشتريك بفلوس كلاعيبه ظاهره، ايه ده في فلوس؟ بقيتي تاخدي فلوس بعد ما كنا بندفع ومش عارفين يعني منين الفلوس؟ معترفين بيكي وبقوتك وبشطارتك بالظبط. اهو دي لكل حد شاف في بدايه الموضوع انه لا ما ينفعش، سواء مجتمع شارع ناس خاصه الولاد يعني، احنا مجتمع ذكوري وانا من عيله صعيديه، فالناس بتبقى شايفه ازاي؟ حتى عيلتي كانوا في الصعيد لا ممنوع وعيب ولا. لكن لما بتفرض نفسك، لما بتنجح، انا بشوف ان انت لما تنجح، وكان اول نجاح بالنسبه لي 2018 لما اخدت وسام الجمهوريه، لما رئيس السيسي لبسني الوسام ابتدت العيله تقتنع والشارع ابتدت. لا ده كده خلاص، ده كده خلاص بقى انت ايه انت كده خلاص يعني رحت في حته ثانيه. والاهالي بقت تقول يا رب بنتي تبقى زيك، اولياء الامور بقى يقولوا يا رب ابني يكون زيك. ما شاء الله. من قبل كده كانوا يقول لك لا 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 دي لعبه ولاد بلاش وكده، فلا هو النجاح. انا بشوف دايما ان الواحد لما بينجح وبيصر على حاجه هو ده اللي بيقدر يفرق مع كل الناس يعني. طبعا. كابتن محمد عايز اسال حضرتك، بما انك طبعا دربت منتخبات للسيدات، فكره انه البنت ممكن تلعب سنه سنتين ثلاثه وبعد كده ممكن تتجوز تخلف تكسل، هل حضرتك شايف انه التزام البنات بكره القدم او بالتمرين او بالماتشات وكده مختلف عن الرجال، علشان كده في فرق في مستواهم عموما او في متابعتهم عموما،
وازاي البنات او حضرتك كنت ازاي بتنصح البنات اللي بتضرب معاك ان هم يتغلبوا على الحاجات اللي زي دي؟ يعني اكيد مش تقول لهم ما يعيشوش حياتهم ما يتجوزوش، بس ازاي كانوا بيتخطوا الحاجات دي؟ طيب خلينا نتفق ان زي ما قلت لحضرتك ان الثقافة اختلفت. ممكن الفكرة دي كانت تبقى موجودة من فترة طويلة. في أوائل الألفينات كانت ممكن بنت توصل لغاية سن 26 27 سنة ويبدأ الأولويات بالنسبة لها تبدأ بدل ما كانت تبقى كرة القدم في رقم واحد بتبقى رقم اتنين الجامعة أو خلصت الجامعة فهتبدأ تشتغل، فبتبدأ الكرة تيجي المرتبة التالتة فتبدأ تتجوز، فممكن خطيبها ما يوافقش، ممكن أسرتها تقول لا أنت خلاص حققتي القدر اللي احنا كنا سامحين لك بيه. ده كان ممكن يتقال قبل في الالفينات يعني. المرحله اللي بعد كده لا، الموضوع اختلف تماما. ممكن البنت تتخطب وممكن تتجوز، وعندنا امثله في الدوري المصري. عليا الزنوكي، عليا الزنوكي لاعبه متميزه جدا وجوزها لاعب كره قدم بالمناسبه احمد ياسر ريان، وبيجي يقعد بالبيبي ابنها على الماتش، في الماتش يقعد بيه وهي تلعب الماتش بتاعها، وبعد ما تخلص بياخدوا بعضهم ويمشوا. اهو ده نموذج هايل جدا جدا ونموذج رائع جدا، لان الرياضه النسائيه لا ملهاش توقيت، ملهاش علاقه بالمرحله السنيه او مرحله الجواز او مرحله الشغل. هي ثقافه الجيل يعني اللي طالع. يعني الست اللي بتخلف ما بيفرقش في مستواها البدني او اللياقه البدنيه بتاعتها في حاجه، دي راجعلها. لو عرفت ترجع بعد الجواز والخلفه الى سابق مستواها وباصرارها او بموهبتها او باهميتها في الفريق اللي هي بتلعب فيه، هي اللي بترجع نفسها بمعاونه الاسره. يعني ما ينفعش انها تبقى لوحدها. لو جوزها او اسرتها مقتنعه بامكانياتها وهي اسره ثقافتها مختلفه، هتلاقيها بتدفع اللعيبه انها تكمل. لو في ناس تانية ممكن تقول لك لا انا كفايه عليا كده وتكمل في اسرتها. الجزء الثاني، يمكن انا دايما كنت بقول للاعبات عدو المراه الاول وهو الوزن. ده عدو الرياضيه يعني. فالبنت اللي تقدر تحافظ على وزنها وعلى اسلوب حياتها في النوم وفي التغذيه دي، عمرها في الملعب يطول اكتر. وطالما دخلت في مجال كره القدم الاحترافي اللي هي لسه كانت بتقول عليه كابتن فايزه ان في لعيبه دلوقتي بيدفع لها فلوس عشان تروح نادي، او بقى في سوق احتراف مختلف تماما عن ما كنا بنسمعه زمان. كان بيتمنع البنت انها تلعب او الولد انه يلعب، دلوقتي بقى سوق احتراف في البنات توصل ارقام كبيره. يعني ارقام مش زي الولاد طبعا مختلفه، انما اقصد ان رقم بيوصل ارقام عظيمه جدا في كره القدم بالنسبه للبنات. فالموضوع زي ما بقول هو ثقافه اختلفت تماما، وبدا الجيل اللي جاي اللي هو 2002 و2003 و2004 وانت حضرتك طالعه، لا الموضوع اختلف تماما. دول نوعيه عايزه تحترف، يعني كمان في بنات عايزه تحترف بره مصر، يعني تسيب اهلها وتاجل دراستها وتروح تلعب سنه او سنتين بره وترجع تاني. فاعتقد ان الثقافه بتاعت اللاعبات دلوقتي اختلفت عن ما قبل يعني. جميل. طيب نفس السؤال يا كابتن فايزه، انت بتدربي البنات برضو وبتدربي رجاله كمان مش كده؟ ايوه. اكيد هسالك على الفرق بين الاثنين كمان شويه، بس عايز اسالك عن تدريب البنات، ولما بتيجي برضو مرحله هتخطب هتجوز هتخلف هيحصل كده، ازاي بتقدري تتعاملي معاهم؟ ايه الانظمه اللي بتحطيها لهم بعد كده، بعد لما بيرجعوا بقى سواء من جواز او من خلفه، علشان تقدر تستعيد لياقتها الذهنيه والبدنيه؟ وكل اكيد الجواز والخلفه الحاجات دي كلها بتاثر على كل حاجه في الجسم، مش بس الشكل، لا كمان المخ بيتشتت والله. بالظبط. هي الفكره زي ما قال كابتن محمد ان اللعيبه او البنت اللي بتاخدها كوره من اي حاجه، سواء بقى دراستها او جواز او خلفه او خطوبه، ان هي تريح شويه او تبعد عن المجال. هي عايزه ترجع ولا لا؟ ده بيبقى بالنسبه لي رقم واحد. أكيد. حافظت على حبه من المخزون اللي عندها عشان نقدر نكمل عليه، لان احنا نبتدي نبدا من الاول في الفئه العمريه دي بيبقى صعب شويه. هي لو عندها اراده او هي لسه محافظه على جسمها، فاحنا بنبتدي نزود على الحاجات اللي ناقصه، وده ما بيبقاش صعب خالص، لان احنا بنشتغل بقى على معدلات الحرق ونكثف شويه تدريبات، وهي كده كده مثلا كلاعيبه موهوبه احنا بنبقى عارفين وموظفين. وكمان اللعيبه دي بتبقى قيمتها كبيره وبيبقى عندها خبره اكتر، لان هي طالما وصلت معانا للمرحله دي فهي يعني شربت من كابتن محمد مثلا 10 سنين، فخلاص عارفه طريقه لعبه وعارفه هو بيحب ايه، لا بتتحرك ازاي، لا بناكل ازاي، لا بننام ازاي. فهو شهر او لا شهرين واللعيبه بترجع بسرعه. فاحنا بنشتغل على الحته الذهنيه ان انت لا انت رقم واحد، انت بالنسبه لنا كنتي. فالبنات الاصرار والحته اللي عندها غيره وعايزه تلعب فبتبقى زياده عندها فبتبتدي ترجع اسرع.
دي جزئية بتاعتنا، لكن هي لازم تشتغل على نفسها، تنام كويس طبعًا. تاكل كويس. البيت برضو بيبقى ليه دور، ان جوزها مثلا يساعد شويه، لان احنا عندنا نماذج كتير وكتير مشرفه، يعني منهم عاليه في ناس مصطفى، في محكمات يعني هي مش قادره ترجع تدي القوه البدنيه كلاعيبه، لا بتنزل تبقى محكمه زي سهام فؤاد، منى عطله، كتير محكمات كتير وشاطرين، وكتير المحكمات متجوزين، وكتير اللاعبات دلوقتي متجوزين ومخطوبين. في فؤادي دجله مثلا بسنت لسه مخطوبه من اسبوعين والدوري شغال. فالموضوع ان كان زمان ده لا، يا اما تلعبي كوره سواء من الاهل، يا اما تروحي تتجوزي وتقعدي في البيت. فلان احنا بقينا نربط الاثنين ببعض، دي حاجه بالنسبه لي انا، ان احنا نطمن سواء اولياء الامور، لان احنا بيبقى عندنا، كان بيبقى عندنا عيب، لا هاخد بنتك تلعب كوره، لا 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 دي هتبقى ولد، لا دي مش هتتجوز. فلا الموضوع ان احنا نربط الاثنين ببعض ده مهم جدا. هو يمكن عايز برضو اقطع حضرتك، يمكن يعني يمكن شهادتي مجروحه في كابتن فايزه. هي كابتن فايزه برضو من العناصر اللي انا وانا كنت بدرب، هي كانت بتلعب، من العناصر او من النماذج، خلينا نقول صح، النماذج اللي كان فعلا بيحتذى بيها بالنسبه للاعبات، لان هي ما شاء الله تاريخها كبير جدا جدا. ففي لاعبات صغيرين بقوا يبصوا على فايزه عايزين نبقى زيها، احنا لازم نكمل نوصل للمرحله بتاعتها، نوصل للسن بتاعها وهي بتلعب. فلما يبقى في نماذج مشرفه وهي بتلعب، اعتقد ده بيدي دفعه كمان للجيل اللي طالع، ان هم شايفين قدامهم هدف، عايزين يوصلوا لمستواها او يوصلوا للمستوى العمري بتاعها في اللعب. فانا دي حبيت بس اضيفها، لان دي كانت قدامي وشفت بنات كتير جدا زيها، زي اماني رشاد مثلا في وادي دجله. يعني دول عناصر متميزه، وفي لاعبات حبوا ان هم يبقوا زيهم في يوم من الايام. طبعا كابتن فايزه نموذج مشرف جدا جدا، واكيد في نماذج كتير جميله من البنات ومشرفه، حاجات تفرح. طيب انا عايزه اعرف الفرق، السؤال اللي اجلناه ثانيتين ده، الفرق بين تدريب الرجال والنساء او الشباب والبنات، حضراتكم دربتوا الاثنين؟ فرق كبير جدا. اولا البنات بيرغوا كتير قوي. فرق لصالح مين؟ طيب ما انا بقول اهو، بس عشان ما حد اصلا كده ماشي مع البنات طول الحياه. مضمون الفقره يا كابتن، انا ماشي كويس طول الحياه. انما المشكله في البنات بس، عايزين نثبت ان احنا نقدر. ايوه لا، هو انتوا تقدروا. ودايما اقول حتى يمكن البنت بتنفذ تعليمات المدير الفني اكتر من الولد، بتلتزم اكتر. البنت اذكى، انا مع الولاد او الرجال هيزعلوا مني من الجزئيه دي، البنات اذكى من الولاد في تنفيذ التعليمات وفهم المطلوب من المدير الفني، اذكى. وبيتعاملوا مع المطلوب كما لو هم واقفين في المطبخ بيعملوا المقادير، يعني لا بتزود ولا بتنقص ولا بتجود، بالملي اللي بيقول عليه بتنفذه. انا بس انا ربطت بس بالمطبخ، انا ما اقصدش حاجه يعني، انما اقصد ان هم دقيقين جدا جدا، تفصيله من تفاصيل حياتهم صغيره جدا، خلينا نركزوا في فيها. بس هو عندهم طبعا مش كل حاجه كويسه طبعا، عشان برضو ما بقاش الموضوع يعني ملايكه. انما هم كثير الشكوى. انا اسف، ما تزعلوش مني يعني، لا بيرغوا كتير جدا جدا جدا، بيرغوا بطريقه مش طبيعيه. يعني في كميه كلام واحتمالات النفسانه تبقى موجوده، احتمالات الغيره تبقى موجوده. لا كل ده مطلوب او كل ده معروف بالنسبه للبشر يا كابتن. لا بالنسبه للبنات اكتر شويه. هو احنا لازم كمدربين دارسين سيكولوجي، ولازم كمان نكون دارسين السيكولوجي بتاع المراه او البنت، فاحنا بنراعي ده عارفينه، بس طبعا ده بيجي على اعصابنا يعني. احنا كنا يعني ما فيش راجل بيغير من الراجل يعني في تمرين الكوره، حضرتك ما قابلتش شاب غيران من شاب او ناشئ غيران من ناشئ؟ بس ما بيغيرش الراجل، ما بيغيرش، بيتنافس وعايز يديله كتف كده وهو بيلعب ويشنكله كده والحاجات دي. في غيره وفي منافسه وفي انا عايز ابقى احسن من فلان وفي وفي، انا معاكي، بس انا اقصد في البنت كمان بيبقى فيها حته السنه زياده. يمكن ولا انا غلطان ولا ايه؟ انا خليني ارد. انا عندي رد. احنا بالنفس يا فايزه، احنا بنرغي يا فايزه، احنا بنرغي، هو علم. احنا الكلام ده احنا لا مش احنا. انا حبيت بس اقول انا هاجي اقول انا الله، انا ده راي حضرتك، مفيش مشكله. اخدت لايسن في امريكا، رخصه في امريكا، في 2014. رخصه تدريب، رخصه تدريب، لايسن ايه. فكان فيها ليها حاجه ليها علاقه، لان امريكا كانت بتنظم ازاي تاخد كاس عالم، فعملت خطه 4 سنين وفعلا خدوا كاس عالم وخدوا اولمبياد. فاللي طلع منها او اللي استشفيته منها ان البنات اول 20 دقيقه في التمرين هي لازم ترغي، هي عندها شحنه انا اتخانقت مع صاحبي، هي عندها شحنه الاكل اتحرق مني، هي عندها شحنه المانيكير، عندها شحنه الربع ساعه او ال 20 دقيقه الاولانيه.
وده ابتديت اشتغل عليه يعني، انا اخدته وبعدين ابتديت اشتغل عليه فلقيته فعلا هو صح، بنرغي 20 دقيقه. يعني انا ما قلتش حاجه من عندي، انا من الاشخاص اللي مفيش مشكله يا كابتن، الطاقه تخلص وبعدين اركز في التمرين امال اتمرن وانا في بالي اللي منكد عليا واللي شرابه ضايع والحاجات دي. وده هيرجع، وده هيرجع ان نرجع لنقطه كابتن محمد ان هو هتنفذ كل حاجه لو ما سابهاش تتكلم. المحاضر قالها صريحه، لو ما سبتش البنت ال 20 دقيقه تتكلم زي الطفل ممكن اقول حاجه اقول له استنى شويه، فطول ما انت خليتنا استنى شويه انا لسه الحاجه في دماغي فانا مش هركز صح. ففكره ال 20 دقيقه 15 دقيقه الاولانيه بتاعه الاحماء انا مش عايز منك ارغي، حتى اقولها صريحه ليك عندي ربع ساعه ارغي، بس بعد الربع ساعه يمكن بينفذوا وبيطلعوا مجهود بدني وبيتحملوا اكتر من الولاد. مظبوط. ليه؟ لان هي عايزه تثبت عكس اللي الناس شايفاها فيه. مظبوط. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا اتكلمنا في الرغي النفسانة بقى، النفسانة هي اي مكان فيه باك وباك هيتنفسوا وينج وينج، بس يمكن تختلف زي ما كابتن محمد بيقول شكلي قدام الناس. البنت دايما عايزه شكلها يبقى حلو، هرموناتها متلخبطه فهي عيطت النهارده فمودها مش حلو، فانا الكابتن مش هيلاعبني عشان انا هي بس انت شويه هرمونات طول ثلاث ايام وهيروحوا، فانا ابتديت اقعد ادي زي ما كابتن محمد بيقول سايكولوجي، لا 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 هم ثلاث ايام وهيخلصوا وهتبقي انت رقم واحد، برضو ما تدخليش نفسك في المود ده. لان انت دايما عايز اللعيبه عندك ما تتهش، لو تاهت خلاص ما تخشش في دوامه. وانا دايما البنات ملهاش بدايل بقى ومنافسه وحاجات ملهاش بدايل، يعني انا عندي وينج واجيب باك اوظفه وينج، عندي نص ملعب اجيب مساكه اوظفه نص، لكن عندي في الولاد عندي ثلاثه وينج. فهو بينافس اللي معاه وبينافس نفسه عشان يفضل رقم واحد ويخاف يتعور عشان مش ما يلعبش. لكن فكره ان في اختلاف في التدريبات انا بالنسبه لي كل واحد الاختلاف ممكن يكون في الحته النفسيه شويه، لكن البنات بيحققوا اكتر. واكبر مثال عليه ان الحمد لله رب العالمين لما نيجي من اقصى الصعيد يبقى ابقى في المكانه دي، لما نروح مثلا نادي زي نادي ابها في جنوب السعوديه اول مره يشارك وبنات عمرها ما لعبت ولا مارست رياضه والحمد لله يوصلوا ادوار نهائيه وكانوا ما بينهم ما بين الدوري الممتاز جولين. فلا انا بقول ان لا مستحيل، ما فيش مستحيل ان الولد زي البنت، ويمكن النفسانة دي بتيجي غل وغيره وعايزه ابقى رقم واحد وعايزه العب، لكن ما فيش اختلاف يعني. طيب شايفين كرة القدم النسائية في مصر محتاجة ايه علشان، او ايه نوع الدعم اللي محتاجاه كرة القدم النسائية في مصر عشان تظهر اكتر، عشان تبقى بتنافس بجد، نقدر نقول احنا كده كمتفرجين احنا بننافس. هاخد منكم الاجابة بس بعد الفاصل، نطلع الفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم. فاصل. لسه مكملين معاكم فقرتنا وبنتكلم عن كرة القدم النسائية في مصر، وضيوفنا كابتن محمد كمال وكابتن فايزة حيدر لسه بنتكلم معاهم. كان في سؤال قبل الفاصل بسأل عن شايفين ايه تاني لازم يتقدم، او ايه الدعم اللي محتاجه او محتاجاه كرة القدم النسائية في مصر، لسه محتاجين ايه تاني علشان تظهر وتبقى بارزة اكتر ويبقى متابعتها زي متابعة الكرة العادية، كرة القدم العادية اللي بنشوفها للرجال. طبعا يمكن انا عايز اقول السؤال ده صعب جدا واجابته هتبقى يعني فيها قسوه شويه. اولا مبدئيا كده ايمان المسؤولين عن اللعبه باللعبه. يعني تخيلي حضرتك مسؤول عن اللعبه مش مؤمن باللعبه. طب انت عايز ايه؟ يعني ايه المطلوب؟ وما بقاش فيه اهتمام باللعبه من مسؤولين الا ما اجبروا على الاهتمام. بمعنى الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي اكبر الاتحادات الاهليه على الاهتمام بالفرق الدوري، وصول الدعم ليها، الاهتمام بالمنتخبات. مفيش منتخب هيلعب لما يكون عنده منتخبات لكره نسائيه، مفيش نادي هيلعب في الكونفدراليه او في بطوله الانديه الافريقيه زي الاهلي والزمالك وبيراميدز مثلا وفيوتشر الا لما يكون عنده فريق سيدات. فبدا الاتحاد السكندري يعمل، يعني لازم يبقى في اوردر عشان نبقى احنا رد الفعل. فإيمان المسؤولين رقم واحد، إيمان الأندية باللعبة رقم واحد، هم كل دول في صف واحد طبعا. الأسرة والـ 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 والبيئة اللي حوالين اللاعب مؤمنة بس مش لاقية الإيد اللي بتمد لها. صح. اتنين الإعلام. الإعلام الرياضي للأسف ممكن يسرد وقت هوا طويل جدا جدا عن مشكلة لاعب مع ناديه، او مشكله لاعب شتم لاعب، او مشكله لاعب اتعور في رجليه، او مش ممكن يقعد بالثلاث ايام كل القنوات بتتكلم على القصه دي. فريق او منتخب مصر او فريق سيدات او مدربه نجحت
في عمل انجاز ولا حد يجيب حتى البار المكتوب اللي بيتعمل تحت ده ما بتتكتبش، يعني مش مكلف نفسه. ومذيعين كبار وما ونجوم في مجال الاعلام الرياضي بيتكلموا عن اللعبه بتهكم. فازاي انت يعني انت كراجل الاعلام ده دوره تنويري، وهو اللي بياخد بايد الجمهور لتقبل اللعبه وتشجيعها، فما يجيش تلوم على الجمهور لما يجي يتنمر او يجي يتريق او يجي او يجي او يجي. فانا رايي الشخصي المسؤوليه الاولى علشان تطوير اللعبه يجي من مسؤولين ومسؤولين الانديه والاعلام الرياضي في مصر. ده بس كده عناوين يعني بدون الخوض في تفاصيل اكتر. يمكن فايزه هتقول حاجات تانية انا اعتقد يعني. تمام كابتن فايزه اتفضل. هكمل على كلام كابتن محمد. لو الراس القبه اللي فوق دي الامبريلا بتاعتنا مش هتدعم يبقى بلاها خالص. زي الاب والام لما يقول له ابن نفسي ابني يطلع ياخد يدخل كليه الطب، وهو مش مقدم له ولا مصاريف مدرسه ولا دروس ولا اكل كويس ولا نوم كويس ولا اي حاجه، مستحيل الولد يطلع اصلا حتى اي حاجه. ففكره ان المسؤول عن المنظومه كلها مش لازم تيجي لي يعني اوردرات عشان اقول انا هروح هنا او هعمل ده، لا انا مقتنع باللعبه، انا مؤمن بالناس اللي موجودين. لو هو مش مقتنع خلاص، دي نقطه وجزئيه مهمه جدا 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 بالنسبه لي. مهما جت دكتوره دينا الرفاعي، دكتوره سحر الهواري، دكتوره سحر عبد الحق وقعدوا يقولوا ويحاربوا وهنعمل، مستحيل واحده لوحدها، لازم مجلس اداره كله، لازم الناس اللي هتتحط من الاول تكون قدر ان انت عارف قد ايه مسؤوليه دي. مش بس يجي لي اوامر من الفيفا او من الاتحاد الدولي ويقول لي اعمل كورن سيف فانا اعمل. وعلى مستوى الانديه كمان لازم يبقى مؤمن بالفكره نفسها. الحاجات اللي المفروض تتعمل، ويمكن انا بتكلم فيها يمكن بقى لي 5 سنين، لازم يتعمل دوري للمدارس للبنات. ماشي. واحد. حلو. من اعمار 8 سنين، عشان انت دلوقتي بقى عندك منتخبات تحت 17 وتحت 15 هتلعب كل سنه عشان تلعب كاس عالم. دوري للمدارس بيتعمل، بس بيقول لك بيتقال بيتعمل، فيتعمل ايه؟ يتجمع في اسبوع وتتحط له صوره فيتقول لك اتعمل. ده زي ما بقول لحضرتك ان احنا بنعملها لمجرد انها صوره. واحد. اثنين، ان يبقى في مسابقه لكل اعمار سنيه، سواء 2009 2011 2004 2005 اي سن يتعمل له مسابقه، ما امسكش منتخب مصر سواء كابتن محمد كمال، كابتن عبد الفتاح، فايزه حيدر، ايا كان مين المدرب، ويجي يقول له امسك منتخب وهو ملوش مسابقه. او اعمل له مسابقه سوري كده، يلا كل اسبوع يلا جمعهم كلهم اسبوع في ماتش. فين القدره؟ انا بعمل دوري عشان اطلع منه ناتج للمنتخب، او عشان انا عاوز اوصل كاس عالم. يمكن حطيت خطه طويله المدى ان احنا نوصل كاس عالم 2030، بس ولا حد بيشوف ولا حد بيسمع. وطول ما احنا في الحته دي عمرنا ما هنوصل لحاجه. ففكره دوري مدارس، مسابقه لكل سن، تطوير الكوادر سواء هم سيدات او رجال. في ناس مميزات جدا جدا جدا، يمكن اكون انا اقل واحده فيهم. في ناس ليها اسامي كبيره، ليها باع كبير في الكوره، عندها خبرات كبيره، لكن لو طورت ده بانها تاخد كورسات، يعني مش لازم ندفع الارقام المهوله دي عشان الناس. يمكن انا اقدر غيري ما يقدرش، او على الاقل نوفر لهم ان هم يقدروا يقسطوا الارقام بتاعه اللايسنز الموجوده او الرخص اللي موجوده، لان في ناس ما عندهاش دي وعايزه تمسك منتخب مصر، وفي ناس ما عندهاش سي وعايزه تمسك منتخب مصر. انا لما رحت السعوديه لازم يكون عندي ايه. طيب ايه في دوله لسه بادئه كوره اول سنه او ثاني سنه ليها، يبقى احنا متاخرين قوي. مش بس عشان عندهم فلوس، لا، بس عشان عندهم عقول. الفكره ان احنا رخص، دوري للبراعم، دوري اللي هو البراعم والناشئات، دوري اللي هو دوري المدارس، عشان نقدر نعمل قاعده. لان احنا عندنا، انا لعبت اخر تصفيات ام افريقيا مع كابتن محمد 2022 وانا عندي 38 سنه. ما شاء الله. فمش صح ان انا يعني انا اكيد عايز العب. انجاز. انجاز طبعا كبير جدا. اكيد عايز العب، ولو كان عندي فرصه ارجع اكمل مع نادي فيوتشر. في رجال كتير بيبطلوا بس بكتير. بس هي الفكره ان اقصد اقول اعمل قاعده، لان انا دلوقتي محتاج كل يعني بس القدم اللي موجوده من رجلي ان البنت دي تقدر تكمل، لان احنا مجتمع فيه صعوبه شويه. دي حته. الحته الثانيه ان زي ما الدوري مثلا متباع او ليه سبونسر، حد يرعى الكره النسائيه، راعي للكره النسائيه مع الاعلام اللي كابتن محمد اتكلم عليه، ان الدنيا تتشاف. لا احنا هنروح حته ثانيه، مش بس كاس امم ولا بس نطلع، لا نروح كاس عالم زي المغرب. المغرب ممكن تكون مش اغنى حاجه، بس الراجل اللي ماسك او المنظومه اللي موجوده هم ناجحين مع بعض. يبقى نرجع لنفس الفكره الاولانيه او الفكره الاولى، اللي هي ايمان المسؤولين باللعبه.
مظبوط. لو هو مؤمن باللعبه ومقدر ومثمن دور البنت المصريه، لان انا عايز ارجع بس للنقطه يعني ايمان المسؤولين بالسيدات في وجود، ما انا هو ده اللي انا عايز اقوله، هذه اللعبه، اللعبه موجوده وبيحبوها موت. اصل يعني السيده المصريه انا بس يعني بمناسبه ان انا في برنامج يعني يختص بالمراه اكتر، طبعا في رجال بيتفرجوا على البرنامج اكيد انما انا ممكن هختص المراه بجزئيه كده صغيره. المراه المصريه من اذكى السيدات ومن اجدع السيدات في الوطن العربي كله، مع احترامي لكل الوطن العربي، لان المراه المصريه دي العمود بتاع البلد. المراه المصريه دي وقفت جنب البلد في وقت احنا كنا محتاجين الناس تقف. فلما تتحمل المسؤوليه لا هتعمل لك حاجات كتيره جدا. لو بصينا كده بنظره سريعه عن ابطال العالم من السيدات في مصر، هتلاقي فريدة عثمان، هتلاقي نور الشربيني، هتلاقي هداية في الكاراتيه، هتلاقي صح سيدات هم نمبر 1. مظبوط. تمام مزبوط. طب ما هو البنات دول من حقهم كمان الناس، ولا هي يبقى الاتحاد المصري لكرة القدم للرجال يعني نسميها بقى كده للبنين؟ لا، هو الاتحاد المصري لكرة القدم للبنين والبنات. أوه. مش بنين، هي مش مدرسة حكومة وليه البنين، لا هي البنين والبنات. فإذا انت اب شرعي لكل ممارسين لعبة كرة القدم في مصر. فلو انت مش مؤمن زي ما قالت كابتن فايزة يبقى شكرا، مش هنقدر لا هنعمل دوري براعم ولا مدارس ولا صقل مدربات ولا صقل مدربين ولا الكلام ده كله. لازم انا متفائل خير بالفترة الجاية. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك انا ما اعرفش، انا حاسس ان انا متفائل خير. احتمال يا كابتن فايزة، احتمال ان يبقى في مدير فني للاتحاد موجود زي كابتن علاء نبيل. انا اعتقد ان اسم كبير واشتغل مع كابتن جوهري وعمل منظومه كبيره جدا في الانديه اللي اشتغل فيها، لما يجي يمسك الاتحاد المصري يمسك المدير الفني للاتحاد المصري، اعتقد انا شايف بالعقليه اللي عنده لا هيودي الجزئيه دي لانه مؤمن بيها. حقيقه انا اتمنى، يا ريت، فاتمنى ان شاء الله يمكن البرنامج ده يبقى فتحه خير على اللعبه. اتمناه يعني، طلعنا في برامج كتير احنا نتمنى باذن الله الحقيقه يعني ما اداش الصدى. اتمنى البرنامج اللي هو مش رياضي انما بيتكلم في جزئيه مهمه جدا، وبحييكي وبشكرك عليه ان اديتينا الفرصه نتكلم عن لعبه الاعلام الرياضي مش بيدي فيها المساحه ان احنا نتكلم فيها كتير يعني. فاتمنى ان البرنامج يكون ليه الصدى بتاعه في ان هو يوصل الاصوات بتاعتنا للناس المسؤوله انها تبدا تهتم بالاجيال الكتيره جدا من البنات اللي بتحب تلعب كره قدم. اكيد ده دورنا ان احنا نسلط الضوء على الحاجات المهمة اللي زي دي، النواقص اللي ممكن تكون عندنا واللي ممكن تكون بسيطة مش محتاجة حاجات كبيرة قوي، وحتى الحاجات اللي محتاجة حاجات كبيرة قوي لو نتكاتف عليها ونشتغل عليها. وزي ما حضرتك قلت الإيمان بالفكرة دي أهم حاجة، إيمان المسؤولين بفكرة وجود البنات وتحقيق البنات لإنجازات في مزبوط. كرة القدم النسائية في مصر ده هيفرق أكيد كتير مع البنات، سواء بقى اللي موجودين دلوقتي أو الناشئات اللي لسه هيدخلوا هذا المجال. يا ريت يسهلوا عليهم كمان دخول المجال، لانه زي ما قلنا هو صعب شويه في المجتمع، فعلى الاقل المؤسسات المسؤوله عن الرياضه دي تبقى بتسهل لهم حتى كمان الموضوع. يمكن ده بس سواء رعايه او اهتمام او هقول حته انا مش هطول يعني فيها. انا لما بدرب بنات انا بدرب 25 اسره، لان هم في يوم من الايام هيبقوا مسؤولين عن اسر طبعا، مش 25 لاعبه صح. فتخيلي حضرتك لما يبقى ال 25 اسره دول تحتيهم بيندرج بنتين وزوج مؤمنين بالرياضة، الرياضة بتعلم الالتزام الانضباط صح، الشخصية القيادة التحمل، فانت بتطلعي مجتمع قيم بالظبط. منتج المرأة لما تطلع وهي المسؤولة، ما انا بقول دايما المرأة هي مسؤولة عن العمود الفقري بتاع البيت مزبوط. فلما تطلع المرأة من الرياضة وبتوصلها لولادها او بناتها او زوجها او الأسرة كلها بتبقى في الاجواء دي، اعتقد ده شيء رائع جدا. فانا انت بتقدم رساله قبل ما بمرن كوره يعني، انا مدرب كوره بس لما بمرن البنات بقول انا بقدم رساله، يا رب يمكن ناخد دعوه بعدها ان ال 25 اسره او الاجيال اللي احنا مرناهم هنبث فيهم حاجه غير كره القدم. اللي انا باكد عليها احنا عايزين نعمل مجتمع يوصل بمصر للمرحله الجايه اللي احنا بنتمناها، يبقى المجتمع سوي. مظبوط. هو ده بس الكومنت اللي كنت عايز اقوله. بتفرق في اخلاق البني ادم ايا كان نوعها رياضه، بتفرق في اخلاق البني ادم زي ما حضرتك بتقول. لو اهتمينا وبقت يعني الست اللي هي عمود البيت مهتمه بالرياضه سواء كانت بالزبط. كره قدم او غيرها من الرياضات، ده هيفرق كتير جدا جدا، لان اولادها كمان هيطلعوا بيحبوا الرياضه بالزبط. والموضوع هيختلف خالص حواليها وفي المجتمع ككل. طيب احنا على التليفون كابتن مايا إيهاب لاعبة منتخب مصر، أهلا وسهلا بيكي يا كابتن مايا.
اهلا وسهلا بيكي، الاخبار؟ منورانا شكرا منورانا في جميل. انتي. كلميني عن دخولك مجال كرة القدم، وايه اللي خلاكي تحبي اللعبة وتتمسكي بيها؟ ومتهيألي انتي متدربة مع كابتن فايزة حيدر، صح؟ كلميني بقى عن تجربتك ككل، احكي لي عنها. يعني الصراحة أنا دخلت الكورة، جربت رياضات كتيرة جدا بس ما لقيتش نفسي غير في الكورة الصراحة، ودخلتها صدفة. بس ما كنتش بلعب في نادي لحد سن كبير جدا، كنت بلعب في المدرسة، بلعب في حجوزات، بلعب دايما مع ولاد، مفيش بنات كانت بتلعب قوي، مامتي قليل. كانت ضد الفكرة شوية يعني، فما كانتش مساعداني لحد ما دخلت أكاديمية PSG في قطر. كنت عايشة هناك بس ساعتها جت كورونا فما كملتش، جه بقى الحجر الصحي وكده، بعد كده نزلت مصر ورحت على وادي دجلة. يعني انت بدأت تقريبا بدأتي من 2021. بالظبط، يعني بدأت من 3 سنين، مش مدة طويلة. فرحت على وادي دجلة، قضيت هناك 3 مواسم مع كابتن وائل، رحت منتخب بقى تحت 17 مع كابتن محسن، ورحت منتخب تحت 20 مع كابتن عبد الفتاح، رحت منتخب 60 مع كابتن محمد، والحمد لله يعني كنت بلعب اساسي بشكل كبير يعني. برافو عليكي. وبعد كده انتقلت، سافرت السعوديه، لعبت مع كابتن فايزه، اتمرنت معاها الصراحه، وكانت من احسن الفترات يعني. وبعد كده رجعت مصر تاني، وان شاء الله هجوين فريق هنا قريب يعني. ان شاء الله. طيب كلميني عن المجتمع الصغير اللي حواليكي، اللي هم اسرتك، قالوا لك ايه لما اخترتي الكوره وبداتي تنجحي فيها؟ والمجتمع الاكبر بقى، الناس بقى اللي يعرفوكي او المعارف او عموما الناس اللي بتقابليهم، رايهم ايه في اختيارك لكره القدم؟ طبعا هم كلهم كانوا ضدي يعني، تقريبا انكلودينج مامتي حتى، ان هي قريبه وكده، مامتي والعيله كلها كانوا ضدي، ممكن بابايا كان سبورتيف بشكل كبير. بس هما كانوا في الاول بنت بتلعبي كوره، طب هتاخدي منها ايه في الاخر، هتسيبيها كده يعني. ودلوقتي بيجي يقولوا لي طب ما تاخدينا نسافر معاكي نلعب بطولات، طب ما تاخدينا نشتغل معاكي اي حاجه. فلقوا ان الكوره انا بحس ان مفيش اعتراض معين بيتقال من الاهالي، بنت بتلعب كوره هي جمله استغرابيه تعجبيه ملهاش اي اجابه ولا بعدها ولا قبلها، يعني مفيش ملهاش اي تفسير. بنت بتلعب كوره هتعملي ايه يعني؟ طب لعبت سله، لعبت سباحه، وجي اي ظرف من الظروف، اتجوزت، اتشغلت، يعني اشتغلت، سافرت، وبطلت، ما هي زيها زي اي رياضه. ليه بقى فكره بنت بتلعب كوره علامه تعجب ونقطه ومفيش اي كلام تاني بعدها؟ جدا. انا مثلا مامتي كانت شايفه لعبتني باسكت بول لمده 5 سنين ما العبش كوره، وقالت لي ان الكوره لعبه عنيفه وحر وما اعرفش ايه. ف عايزه اقول لك انا لعبت باسكت بول من اعنف اللعب يعني، فيها ضرب وشد وكوره بالظبط، في وشك فاهمه. والكوره بصراحه يعني اتقل بكتير من كره القدم كمان يعني، كره السله اتقل بكتير. بالظبط. فهي كانت عايزاكي سله علشان تنسي موضوع كره القدم. ايوه، هي دلوقتي بيقولوا لك لا خدينا معاكي نسافر. بالظبط، خدينا معاكي نسافر، خدينا معاكي نلعب كوره كده يعني. لقوا ان الكوره فيها فلوس وفيها صيف وفيها سفر وفيها ميموريز حلوه. قولي لنا سر بقى عن كابتن فايزه، عشان هي بتعمل كده. قولي لنا سر عن كابتن فايزه، بتبقى عصبيه في التدريب ولا بتعمل ايه؟ قولي لي لما حد بيغلط بتعمل فيه ايه؟ حد بيتاخر، احماق مش قد كده، مايا دي اسرار. معلش، 5 دقايق حوالين التراك مش حاجة يعني يا مايا، مش مشكلة يعني، قولي هم يبقى 5 دقايق حوالين التراك بس. لا لا، الصراحة كابتن فايزة صبورة قوي، بس اللي هو في ات سام بوينت اي مدرب اي كان طبيعي في حاجات بتعصبك قوي، فهي بتتعصب، بس من كتر ما هي علاقتها حلوة معانا احنا بناخد العصبية دي وبنهزرها، بعدها بنهزرها بره، بناخدها بس معلومة ما بنتضايقش يعني. عمري ما خدت حاجة من كابتن فايزة ان هي بتضايقني او اي حاجه، مهما كان صوتها عالي، مهما كان كلامها، مش فارقه يعني. مايا انا بشكرك شكرا جزيلا على مكالمتك الجميله وعلى دخولك معانا، وفكره انه يعني هي نفس الفكره اللي كل البنات والمجتمع كله عنده، الفكره دي هتلعبي كوره هتعملي بيها ايه. طب انا عندي سؤال، هو سؤال برضو يمكن بره حتى كمان السكريبت، بس دايما بيجي في بالي، هو احنا ليه ما بنحب يعني معظم البنات، نتكلم عن نسبه 80% من البنات او 70، ليه ما بنحبش نتفرج قوي؟ ليه ما بنحبش نتابع قوي؟ ليه؟ هل برضو علشان المجتمع مصدر لنا فكره ان دي حاجه بتاعت رجاله بس، فلما بيجي وقتها بنحس بملل؟
ايه اللي بيحصل؟ يعني انا شايف ان برضو ده دور الاعلام. انا من وجهه نظر يعني النهارده لما ممكن تفتحي وتقلبي كده في القنوات ممكن تتفرجي على ماتش باسكت بين سموحه وسبورتنج، الاهلي والطيران، ماتش هاندبول بين الزمالك و قلاع الجيش برضو. تمام. فكميه الفرجه عودت الناس على المتابعه وانها تتابع وانها تشوف انما فين وفين لما بيذيعوا ماتشات مع ان في ماتيريال كتير في القنوات يعني فين وفين لما يذيعوا ماتش كره قدم سيدات. ممكن زمن المباراه 90 دقيقه ده ممكن يبقى فيه ملل شويه، لان في كره القدم البنات ممكن تكون الريتم بتاعها في اللعب ابطا من الولاد. وفي بعض المباريات الولاد على فكره بتبقى ممله جدا وتبقي مش قادره وتروحي تعملي شاي وترجعي ولسه الماتش شغال ومفيش حاجه راحت منك ومفيش يعني جزئيه الملل دي موجوده في 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 في, في بعض المباريات الرجال والسيدات. هرجع برضو لجزئيه ثقافه البنت، في بعض البنات بتلعب كره كويس جدا على فكره ودي مفاجاه هايله في الملعب، بس لو قدامها مسلسل وماتش هتتفرج على مسلسل بطبيعتها بقى طبيعتها هي ثقافة البنت. وكتير جدا اجي اقول مثلا يا بنات بكره في ماتش لبرشلونه وريال مدريد، عايزكم تتفرجوا على كل واحده بتلعب في مركزها وكل واحده تقول لي في ورقه كده شافت ايه في المركز بتاعها، كنوع من انواع التدريب الذهني والبصري يتفرجوا ويشوفوا عشان يتعلموا يقلدوا. وفاجئ مثلا وما بضغطش قوي يعني هو مش واجب ما بضغطش بس اشوف مين اللي مهتم ومين لو الفرقه 25 هتلاقي خمسه اتفرجوا على الماتش وكاتبين والباقي اصل يتحججوا بقى بحاجات ثانيه، اصل كنت مع مامتي في مشوار. بص يا كابتن محمد احنا على ارض الملعب منتجين جدا نعرف ننتج، انما نقعد نتفرج لا، احنا ننزل الملعب ونجيب جول. بالزبط. صح يا كابتن فايزه؟ صح جدا. وغير دي ان شخص يغير ثقافه. يعني لما رحت ابها البنات يعني ايه كوره؟ حتى اللي شغالين في الجهاز الاداري والطبي يعني ايه كوره؟ انا بس خلاص هاجي عليكم من الاول، انا بس خلاص هاجي اكتب لكم السكور شيت بتاعكم وخلاص. فدلوقتي يكلموني دلوقتي النصر والاتحاد يبعثوا لي لينك عشان اتفرج، احنا متابعين يا النصر جول. فكره ان احنا يعني كل واحد يقول لا هما البنات هيبقوا كده، لا مش هيبقوا كده. غير يعني انا عارفه ان كابتن محمد بيقول ان هي ثقافه، ان انا ممكن اتفرج على مسلسل اتفرج على فيلم انزل اروح مول اعمل لا، لكن في ان العقليه تتغير بتتغير. يعني لو حطيتها في المكان ده حطها في المكان ويعني واهلت لها بالظبط كده واهلت لها الظروف هتبقى كويسه جدا جدا كويسة. لانه ما اعتقدش انه ينقصنا حاجه عن الرجال. انا حقيقي مستمتعه، كنت مستمتعه قوي قوي باللقاء ده. لقاء جميل ومختلف، في كلام كتير مختلف، حاجات كتير ما كنتش اعرفها عرفتها منكم. بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معايا، وبشكركم شكرا جزيلا على مجهودكم في المجتمع وفي الرياضة، رياضة كرة القدم خاصة للسيدات. كابتن محمد كمال المدير الفني لمنتخبات الكرة النسائية السابق، وكابتن فايزة حيدر كابتن ومدرب منتخب مصر سابقا لكرة القدم النسائية، شكرا ليكم شكرا جزيلا. شكرا شكرا, شكرا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، نتقابل بكرة في نفس الميعاد الساعة 5 على شاشة ETC. استنونا، سلام.